السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم على خير وبخير. اليوم انا جينا نهضروا على الفيديو ديال يونس مربوحه اللي خرج به وكيهضر على الزواج، وقال بلي بزاف ديال البنات كيتصلوا به وكيطلبوا منه الزواج، وقال بلي راه هو اصلا كيفكر في الزواج وبغى ينهي العلاقه مع الزوجة ديالو، حيت الزوجة ديالو ما بقاتش باغاه وطلب وعاود طلب. من حقه ياخذ هذاك القرار، ومن حقه يتزوج كما حلل الله الطلاق، حلل الزواج، وحتى واحد ما يلومه من هاد الناحيه، حيت شفنا السيده ديالو داكشي اللي دارت فيه، وهو كيبكي على وليداتو وباغيهم، ولكن هي دون شفقه دون رحمه في هذاك الانسان ما رحماتوش. نتمنوا خلى داك خير ليها وليه، شي تسير تشوف حتى هي حياتها الا بغات تزوج ولا شي حاجه وتعطي ولاد ويربيهم. وبهاد الفيديو هذا راه شكر حتى الناس اللي ساندوه وعاود لهم الاعتذار، وهضر حتى على الناس تاع الدوار اللي ظلموه واللي شهدوا ضده، وقال هو مسامح ليهم وما هز حق ليهم. وبالنسبه للدري اللي كان معاه واللي كان يدافع عليه من الدوار، حتى هو يا ساندهم على حق، وهو اللي قريب ليه وعارفه. في طبيعة الحال هذاك السيد راه احنا دائما كنشوفهم هذيك العائلة على صدق وما كتكذبش، داكشي علاش الناس دائما كتكون معاهم حتى تقول انا مع الحق. كون شفناهم غدارين وغادي ياكلوا فلوس بنادم وغادي يعطيوهم الناس شي فلوس وغيشدوهم هما، طبيعة الحال حتى واحد ما غيحملهم، حتى واحد ما غيساندهم. هذا الشيء علاش حنا كنساندوا هذه القناه ديال مربوحه ومع لالا حاده وبقى الدور دائما الى الابد، وتحيه كبيره ليهم، والله يشافي نسيبهم مسكين في السبيطار، ومع السلامه في فيديو اخر.